زواحف عملاقة تجوب المدينة، هذا غير متوقع. دور من اليوم؟ أوه، فضائي جديد. بن؟ لا. هاي، لا تسترق النظر حين أختار. هلو، مستشارتك، ليس لديك وقت للاختيار، اختر فضائياً تعرفه. فهمت قصدك، لكن حدس بن يخبرني باختيار هذا. لكنك وافق. شش، فلتثقي بي. هل يا بنا؟ أنت السبب في ذلك. أنا السبب؟ لا أعرف لما أحضرت الخاتم حتى. كيف تتجرأ؟ حسناً، أرنا ما تستطيع فعله. أوكي، رائع، أملك أقوى مسدس مائي في العالم. إكسوسكيلتون السوبر قوي رائع ويقاتل بدراوة. أعطيه 5 نجوم. هل هون إلى هنا؟ ما هذا المخلوق؟ ولما هو جائع؟ تقول الأسطورة إن وحشاً اسمه هايدرو ماندر عاش تحت هذه الشلالات لآلاف السنين، يستيقظ فقط لينجز أعماله الضرورية كالأكل. واو، يا لها من مصادفة أن يستيقظ ونحن هنا. مصادفة؟ أو أن شخصاً ذكياً لم يستشر أحداً أيقظه. ما الذي تقولينه؟ طيب، لست أنا الفاعل، ربما يكون كانون بول هو من قام بإيقاظ هذا الوحش. كيف كان لي أن أعرف؟ ألم نتفق البارحة يا بن أن تستشيرني؟ هل تتذكر مستشارتك؟ لا وقت للجدال الآن، يبدو أنه سيلتهم كل المدينة. بن! حان وقت السوشي! لحظة، أنا أتنفس تحت الماء؟ أوه مان، انتظر لترى. واو، أوه، حسناً، هذا الزر لل... ماذا لو... أوكي، وهذا لل... حاول الهروب من هذه الدوامة. أين ذهب؟ يتجه عكس التيار. يلا بينا. لا أصدق، هل معقول خدعني هذا الوحش الضفدعي؟ استيقظ الوحش ودمر المدينة، وكل هذا بسبب حدس بن الأبلة. سعيدة أنك بخير يا بن. لم ينتهي الأمر بعد، الوحش متجه نحو البحيرة. معك حق، أحتاج استشارة، تساعدينني؟ شوف، أظنه مصاباً. واو، لا أصدق، إنه يغرق. لقد اختفى، غلبته يا بن. ياي، ووهو، يا سلام، أنا رائع، أنا سوبر، قضيت عليه. أها،